كيفكم؟ أكيد كثير منكم إذا مول كل مرة وبأيام سودة بسوق الفوركس، صح؟ خسارة ورا خسارة والواحد ببلش يسأل حاله، ليش في ناس عم تكسب وأنا لا؟ بصراحة السر ما بيكمن بالحظ ولا بالضرب السحرية، السر الحقيقي هو الالتزام باستراتيجية محكمة، إذا كنت جدي إنك ترفع مستواك بالتداول وتصير من الناس اللي بتعرف كيف تكسب على طول، فهذا الفيديو معمول خاص نص لك، حط حزام الأمان واستعد لأنه رح نكشف اليوم كيف تحول استراتيجيتك من كلام على ورق لأسلوب حياتي يحقق لك ربح. لا تروحوا لبعيد لأنه الجاي ممكن يغير مسيرتك بالتداول بالكامل. أول شيء رح نحكي عنه اللي هو أهمية وجود استراتيجية. لازم يكون عندك استراتيجية. تخيل حالك ضايع بين الصخابة، ما معك لا خريطة ما معك بوصلة، شو حتعمل؟ حيكون بالضبط وضعك بسوق الفوركس. إذا ما عندك استراتيجية دخولك للسوق بلا خطة واضحة بيعني إنك عم تمشي على البركة، وهي الطريقة الأسرع لخسارة مصاريك. الاستراتيجية بتكون بمثابة خارطة لك أو بوصلة لك بتحدد لك الاتجاهات وبتبعد عن العشوائية اللي بتأدي آخر شيء للضياع وللخسارة. شو بتعمل الاستراتيجية الصحيحة؟ أول شيء بتقلل المخاطر، السوق متقلب بس الاستراتيجية بتساعدك تكون جاهز لكل المفاجآت. زيادة فرص للربح من خلال خطة مدروسة، بتقدر تقتنص الفرص الصح بالمكان والوقت الصح. تقدر تتحكم بالمشاعر أثناء التداول، السوق ممكن يلعب بأعصابك بس الاستراتيجية بتكون الدرع اللي بيحميك من اتخاذ قرارات مبنية على الخوف والطمع. كيف بتبني استراتيجية تناسبك؟ معرفة نفسك وأهدافك. أول شيء لازم تعرف نفسك، لازم تحدد أهدافك قبل ما تبني استراتيجيتك. لازم تفهم مين أنت كتاجر. هل أنت الشخص اللي بيحب التحديات بخاطر بكل جرأة، ولا بتميل للأمان؟ هل أنت سايب بتحب تلعبها على المضمون؟ تحديد أهدافك وطبيعة شخصيتك كتاجر بتكون الخطوة الأولى لبناء استراتيجية تناسبك تماما. اختيار التحليل اللي بيناسبك، هل هو الفني أو الأساسي؟ اختيار مدرسة التحليل بتناسبك، هل أنت بتستخدم تحليل فني أو أساسي؟ حسب طريقة تداولك، هل أنت بوزيشن تريدر، سوينج تريدر أو سكالبر؟ العالم المالي واسع معقد، كل حدا فيه بيشوف السوق بطريقة مختلفة، أنا بشوفه غير أنت ما بتشوفه. بعض الناس بيعتمد على التحليل الفني واللي بيهتم بالرسوم البيانية والمؤشرات، أما البعض الآخر فميل للتحليل الأساسي اللي بيركز على الأخبار الاقتصادية والسياسية. المهم تختار الأسلوب اللي بتحسه أقرب لأسلوبك، اللي بتفهمه أكثر وبترتاح معه. بعد ما تختار استراتيجيتك لا تبلش مباشرة بحساب حقيقي، جربها أول شيء على حساب ديمو أو على بيانات قديمة، هيك بتعرف كيف تأدي استراتيجيتك بظروف سوق مختلفة وبتتجنب المفاجآت المسرة. وشدد على نقطة الباك تيست والبيانات القديمة لأنه برأيي أفضل. هلا العوامل بتأثر عليك في التزام باستراتيجيتك، أول شيء لازم تعمله اللي هو تتحكم بمشاعرك. السوق مليان مفاجآت، أحيانا بيكون أشبه بفعوانية مشاعر، مرة بتحس بالخوف من الخسارة، مرة بالطمع لما بتشوف ربح سريع. التحكم بالمشاعر هو العامل الأساسي اللي بيفرق بين التاجر الناجح والفاشل. لازم تضل ثابت ملتزم بخطتك مهما كانت الظروف مغرية. إدارة المخاطر، ومنعيد ومنكرر إدارة المخاطر، كثير من المتداولين بينسوا إدارة المخاطر، بيفوتوا بصفقات كبيرة بدون حساب وهي أكبر غلطة ممكن ترتكبها. لازم دائما تحدد حدود خسارتك وتحط خطة لإدارة رأس المال وتلتزم فيها مهما كانت المغريات. تفكير بعيد المدى، هلا التداول مش سباق سريع، هو ماراثون، لا تنجر ورا الربح السريع اللي ممكن يكون خسارة كبيرة بعدين. فكر دائما على المدى الطويل، بناء على هذا الاساس تلتزم باستراتيجيتك، تعرف انه انا اخر شيء لحقق الربح، ما لح اوقع بفخ انه اربح بسرعه واخسر بسرعه. بعيدا عن النظري، كيف تلتزم فعلا باستراتيجيتك؟ اول شيء خطط مسبقا لكل صفقه، قبل ما تفوت باي صفقه لازم تكون كل شيء واضح عندك، نقطه دخول، الخروج، وقف الخساره، جني الارباح. لما بتخطط مسبقا تكون جاهز لكل الاحتمالات وما بتترك شيء للصدفه. سجل تداولاتك، من الاشياء كثير مهمه سجل كل صفقه بتعملها. ليش؟ لانه هيك بتقدر ترجع لها وتشوف وين كنت صح وين لازم تعدل. كل ما سجلت اكثر كل ما تطورت اكثر وكل ما قدرت تلتزم بخطتك بشكل افضل. اذا حسيت حالك عم تتوتر او عم تشتغل بناء على المشاعر بدل المنطق، خذ بريك، اترك السوق شوي، استجمع قواك وراجع بتركيز اكبر. تذكر السوق دائما موجود بس صحتك النفسيه هي الاهم. في كثير ناس نجحوا بسوق الفوركس مش لانه كانوا اذكى واسرع، بل لأنهم كانوا ملتزمين. أحكي عن قصص ناس التزموا بخططهم واستراتيجيتهم وكيف قدروا يتجاوزوا الصعوبات ويحققوا نجاحات مبهرة. كذلك الأمر على الضفة الأخرى، في ناس تانية خسروا كل شيء لأنهم ما قدروا يلتزموا بخططهم، طمع التهور كان السبب الأكبر بخسارتهم. هالقصص لازم تكون عبرة لكل حدا بيفكر يتهاون بالالتزام باستراتيجية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا حبيتوا الفيديو ما بدكم تفوتوا أي شيء جديد، تضغطوا على زر الاشتراك، فعلوا الجرس، شاركونا بتعليقاتكم وتجاربكم، نحن جاهزين لنتعلم من بعض. شكرا على متابعتكم، كان معكم أحمد، والتوفيق للجميع.